لن نخيب آمال رموزنا المسجونين، فمنهم نستمد العزيمة والصمود، ونستذكر هنا مقولة الحر نبي المجد: عليكم بالمنامة، عليكم بالمنامة، عليكم بالمنامة. أخواتي الكريمات، ها هي والله علامات النصر تلوح متجسدة بمواقف الشعب الثابتة والراسخة في مقابل تخبط آل خليفة في المحافل الدولية ومحاولاتهم الفاشلة في استجداء الرأي العالمي ودأبهم على إخفاء حقيقة ما يحصل في البحرين. وخير مثال إعلان اسم الجلاد ناصر بن حمد في محكمة بريطانية على أنه معذب لسجناء في بلد يتغنى بالديمقراطية السمحاء. السبت المقبل موعدنا بإذن الله، موعد لنثبت للجميع أننا نستقي عزمنا من السيدة زينب عليها السلام.